السياحة لما تتطور تصرف على مصر، ولا مصر تصرف على السياحة فتتطور؟ هي السياحة لما تتطور تصرف على مصر، ولا نظبط مصر فمصر تتظبط فتصرف على السياحة فالسياحة تجيب فلوس فتجيبها لمصر؟ يعني نصرف على السياحة ولا نصرف على مصر؟ هو اللي حاصل ان الاثنين ماشيين مع بعض، وانا شغال اديني بالظبط في البلد وفي نفس الوقت بالنسبه للسياحه. انا بعمل شويه حملات بنفس الروتين القديم ونفس الشكل القديم، الشكل القديم بتاع الحملات كان بيبقى مناقصه. لما نحب نعمل اي حملات للسياحه بتبقى مناقصات وشكل روتيني اللي احنا عارفينه. انتوا عايزيننا نشتغل، طب احنا اهو ده المواطن 26 وده التيم بتاعنا. ورا البوكس ده بقى في ناس كتير قوي على الصفحه بتاعت المواطن 26، ناس كتير كرييتيفز بداوا بيبعتوا لنا حاجات، بيبعتوا لنا افكار وبيبعتوا لنا ان هم عايزين كمان يشتغلوا، عايزين يعملوا حاجات. انا مش هقدر اشغلهم الا لما انتوا تطلبوا مننا تعالوا اعملوا حمله عن كذا او كذا. نرجع لموضوعنا، احنا عايزين احنا ممكن نعمل شويه افكار ونديها للحكومه هديه. احنا هدفنا ايه؟ احنا هدفنا حملات اعلانيه عن مصر اللي تستاهل انها توصل للعالميه بكره الصبح. هل ده جائز؟ اه جائز. بمين؟ بشويه افكار بسيطه جدا وبفلوس قليله جدا. انا بعتقد ان في كتير وافكار كتير، قولوا لنا تعالوا انتوا اعملوها. يعني في شركات كبيره مهمه هي اللي بتعمل الموضوع ده. احنا في شهر كريم وفي رايي ربنا ادالنا مثال كده لاقوى انواع الحملات الاعلانيه خارج الصندوق في تاريخنا لو دققنا بس كده. في وقت فيه مصر كانت تعبانه وبتعاني من ظروف معينه، بلاد كتير كانت مش على علاقات جيده معانا، اوروبا كانت مش مبسوطه قوي مننا، انجلترا بالتحديد ما كانتش مبسوطه قوي مننا، كان في هنا ناس زعلانين مننا ومش حابيننا ومتضايقين وفي حاجه كده ما كانتش مظبوطه. واحنا عارفين، انا مش هقول في تفاصيل لان انا مش برنامج سياسي قوي وانا مش سياسي، بس انا بتكلم بشكل عامي كده وبشكل بسيط. في هنا ناس ما كانتش مبسوطه وكانت زعلانه وكانت كل اللي بتقمص بيسافر بره، وفي مكانين كانوا دايما بيقول لك يا مين اللي زعلان تعالى اقعد هنا. معروفين المكانين دول، احنا كلنا عارفين الوضع كان عامل ازاي. تخيل بقى ربنا يجي في الوقت ده مصر البلاد زعلانة منها، محتاجة انها تعمل لنفسها دعاية عشان تقول لا انا كويسة. نعمل دعاية ازاي؟ طب بشكل لجنة. باختصار ربنا ادالنا حل ان يبقى عندها حملة اعلانية كده تنتشر في العالم كله والناس كلها تعرف وتقول اسم مصر غصب عن عين اي حد. ومنين؟ من المواقع اللي هي اصلا كانت زعلانة من مصر وشغالة على الزعل من مصر بطريقة او باخرى. مو صلاح. مو صلاح مين يا جماعة؟ ده المصري. فاتعمل الدعاية لمصر عن طريق مو صلاح، دعاية خارج الصندوق ما جاتش في دماغ اي حد. احنا بنشوفها مين؟ بنشوفها بقناة قطرية غصب عنهم هيعرضوها. يبقى احنا قاعدين بنلف وندور ونعمل حملات سياحية ونعمل حط اللزقة دي والهرم وحط اللي مش عارف ايه واعمل مناقصة واعمل فلوس لا على فكرة هي الكلام ده كان زمان. ربنا بيدينا مثال ازاي نعمل حملات خارج الصندوق. هو جاب لنا ناس خارج الصندوق بره الصندوق بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه. جاب واحد من قرية رماه هنا قال لكم الشعب كله مش الحكومة اللي قال ده الشعب اللي هو اقوى من الحكومة عندهم في انجلترا. راح قال مو صلاح. يبقى احنا نحاول بقى نعمل افكار خارج الصندوق ولا لا؟ نعمل. طب تعالوا نقول شوية منهم. عملت ايه لا مؤاخذه عشان بدات اقلق. حاسس انك فهمت حاجه تانية غلط خالص. حاسس انك فهمت الحملات بتاعت الشوارع وبتاع، مش كده؟ مش الحملات اللي في الشارع اللي بتكلبش. لا انا اقصد حمله بمعنى كامبين، حمله يعني زي الحمله الدعائيه. اه عشان تبقى عارف كده ان في فيديوهات بتوصل لمليار مشاهده. هل انت عارف كده يا حكومه؟ هل احنا عارفين كده؟ فيديو معمول بمش مليون جنيه 20 مليون جنيه، لا فيديو كده بيوصل لمليار مشاهده. طب ما خلاص، ما احنا يبقى عرفنا التريك. زي ايه؟ زي الفيديو ده. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. وزي الفيديو ده. Física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. زي الفيديو ده.
الفكره ان الكرياتيفيتي والابداع هم الفلوس دلوقتي، هو ده الحل. معلومه زائد شويه ابداع فلوس كتير قوي. ده اللي حصل عند ديسباسيتو، وده اللي حصل في كذا مثال. طب ما احنا نجيب ديسباسيتو ونخليها مع عمرو دياب في حفله في الصحراء، ايه رايك؟ ادي حمله، حمله واحد ديسباسيتو مع عمرو دياب في الصحراء، ما يشهروناش عالميا؟ ولا في سيوة، ولا على البحر في اسكندرية؟ يعني تخيل ديسباسيتو وعمرو دياب في اسكندرية في الشتاء طبعا، بس يعني انا قصدي في مكان عالمي، يعني ديسباسيتو وعمرو دياب في مكان عالمي، لا ممكن يوصلونا الفيديوهات دي توصلنا العالمية، الفيديوهات بتاعت الحفلات دي توصلنا عالمية، الحفلات دي اللي ممكن يتعمل جواها مواقف برضو توصلنا العالمية. حملة اتنين، تخيل بيونسيه في معبد في الكرنك. تخيل بقى بيونسي كل امريكا بتحبها والعالم كتير بيحبوها، تخيل لو عملت حاجه كده بقى في فيرو ستايل في حفله في معبد الكرنك، حفله عالميه بالصوت والضوء والابهار وكل حاجه، حفله عالميه بقى بيونسي ما حدش ما يعرفهاش، هي معديه اصلا. بيونسي فازت بخمسه وخميسه جوائز جرامي اووردز بلا منازع، يعني هي واحده من اهم الاصوات في العالم. الناس النجوم معروفين عالميا، انت ما نجيبهمش ليه؟ ما هم هنا واحنا عندنا لوكيشنز من اهم اللوكيشنز في العالم، هنحط ده مع ده وتبقى بوب. لا ده لو بيونسي جاي ده احنا بيتين قبل الحفله بيوم. هو هزار؟ في واحد هنا وهو صغير، واحد عنده 19 سنه حرام، مات هنا جنبنا هنا في حته كده على الصعيد كده، حرام، اسمه كينج توت. كينج توت ده بس الاكسسوارز بتاعته لفت العالم. كينج توت ده معشوق الناس في كل حته في العالم. كينج توت كل الناس بتروح تتفرج عليه وعلى الحاجات بتاعته اللي في المتحف. كينج توت عندنا، طب ما نعمل حفله كينج توت. طب ما كينج توت كلمتنا بتاعتنا، كينج توت الملك توت عنخ امون، كلمه توت بتاعتنا والكينج بتاعنا، طب ما نعمل كينج توت حفله كينج توت العالميه في سفح الهرم. حفلة ثلاثة، تخيل انت كده لو هتعمل هدية، الهدية بتاع الحفلة او حفلة او مهرجان، والهدية بتاع الحفلة هو كينج توت صغير ذهب كده، واسم توت هيجيب كل الناس. طيب بلاش الناس دول صعبين، عادي ما عندك كارلا بروني. عارف كارلا بروني؟ كارلا بروني معروفة جدا زي ما انتوا شايفين. كارلا بروني مرات ساركوزي. ساركوزي مين؟ اللي كان رئيس فرنسا. ساركوزي ده هو رئيس فرنسا اللي فات. مراته بقى اسمها كارلا بروني، عارضة الأزياء أهو. فمجرد سيدة فرنسا الأولى السابقة جت مصر هنا عشان تعمل الحملة، ما يعني صعبة، مش صعبة أوي. واحدة ست زي دي ما ندعوها، أنا مش بجوب الست دي عشان الست دي ندعوها، لا أنا قصدي ناس من هذا السياق هي دي اللي يتم دعوتها، بسيطة جدا وبتحب مصر وليها علاقة بمصر، بالذات الفرنسويين العالميين يحبوا مصر، يبقى هم دول ادي الكاركتر واختلاق بقى حاجات معاهم، يبقى في حفل غنائي بيشمل عروض ازياء مصريه مثلا، ما احنا نجيب عارضه ازياء، يبقى هنعمل فاشن شو عالمي، صعب شويه لان ما عندناش فاشن، بس انا قصدي ان ازاي نفكر في حاجات كل ما هو بره الاطار العادي. قلنا شويه افكار بسيطه كده حتى يعني ننول شرف المحاوله. نختم بقى بالتقيله، سكارل جوهانسون. تخيلوها عامله دور اميره، واحده من اغلى الممثلات في العالم دلوقتي، هي بتحب الاكشن او عملت كذا دور اكشن. Do you always drive like that? I've never driven before. We never really die. يعني احنا بنتخيل لو جبنا سكارلت وخليناها تجري ما بين المعالم الاثريه، تجري كده ما بين المعالم الاثريه في اسوان كانها ساحره او كانها اميره ماجيكال كده مسحوره وبتختفي وبتظهر، ومين اللي بيطاردها؟ واحد من المستقبل جوه عربيه مش عارفين هو مين، وراكب عربيه فيوتشرستك برضو غريبه كده وبتاع. فيبقى لو عملنا ميكس ما بين الاثنين دول، الساحره من الماضي، الراجل الفيوتشرستك ده راكب العربيه الغريبه اللي هي بتجري في كل حته وبتنط في كل حته دي، وبيحاول يوصل الأميرة وبيطاردوا بعض، هي بسحرها بتقدر تنط فوق حاجات وتدخل من الحيطان، وهو بعربيته القوية جدا بيحاول يطاردها، هي بتجري على النيل وهو بيجري معاها على النيل، بتطلع القلعة بيحاول يدخل معاها، بتجري فبينط من فوق القلعة بينزل، نطت جوه المية وطلعت في مركب فرعوني فهو نط من فوق كوبري ونزل على المركب. وفي طبعا اللي ماشي في المتوازي ليهم هو حدوتة شعرية جدا بتجمع بين الماضي والحاضر وأصالة المعاصر.
اللي عايزين نقوله انتوا عايزين الناس الشباب تشتغل واحنا عايزين الشباب تشتغل، فالوصله الوصله ما بين الاثنين ممكن تبقى صفحه المواطن 26. ارموا افكاركم هناك ولو عملتوها بسرعه ممكن تتعرض في الحلقه دي او الحلقه اللي بعديها. خليكم معانا، رمضان كريم.